بسم الله الرحمن الرحيم. أخ عزيز أخ نوش، رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار، رئيس الحكومة، أستاذ عبد اللطيف وهبي، أمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أخوات والإخوة، قيادات الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، سيد رئيس مجلس النواب، سادة رؤساء الفرق النيابية وفرق مجلس المستشارين، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أحضر وأن أشارك في فعاليات هذا الحفل المخصص للتوقيع على ميثاق الأغلبية بمعية الأخوات والإخوة أعضاء لجنة التنفيذية للحزب، وهو الميثاق الذي يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا تنظيميا يحدد مبادئ وقواعد الاشتغال وآلية التنسيق بين الأحزاب الأغلبية في الحكومة والبرلمان، بما يتطلبه من ذلك من انسجام وتجانس وتعاون ونجاعة في وضع وتنزيل الإصلاحات المنشودة والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها أحزابنا في برامجها الانتخابية للمواطنات والمواطنين، ويوطد إرادتنا المشتركة في تنزيل البرنامج الحكومي بشكل يتماهى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد، ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين وفق التوجهات الملكية السديدة. وإن إخراج هذا الميثاق إلى حيز الوجود اليوم يعبر عن رغبة مشتركة في العمل الجماعي المنظم والمكثف. نحن فريق واحد وإرادة قوية تدفعنا لتوحيد الجهود وكذلك التضامن لمواجهة كافة التحديات وما أكثرها، كما يجسد الحرص المشترك لأحزابنا على نهج الإنصات للمجتمع. وأؤكد مرة أخرى على أهمية الإنصات للمجتمع وكذلك تجاوب مع الإرادة الشعبية التي بوأتنا جميعا صدارة المشهد السياسي ببلادنا واختارتنا كبديل ديمقراطي لقيادة هذه المرحلة الجديدة من مسار بلادنا. إن حزب الاستقلال الذي رحب منذ بداية بانضمامه لهذا التحالف الحكومي والبرلماني الذي أفرزته صناديق الاقتراع ليسجل بارتياح الدينامية التي تؤطر عملنا منذ البداية والتي نرجو لها المزيد من الطراد ومستوى الالتقائية والانسجام في التقدير والتدبير منذ اللحظة التي قررت فيها مكونات هذه الأغلبية ترصيد الإرادة الشعبية في خدمة هدف واحد، مصلحة الوطن ومصلحة المواطنات والمواطنين. ولقد كانت الإرهاصات الأولى لهذه الدينامية مبشرة وواعدة، كما جاء في تدخل سيد رئيس الحكومة أغلبية حكومية مشكلة من 3 أحزاب، هيكلة حكومية مشكلة من أقطاب موسومة بالتوازن، اعتماد منطق توافق حول البرنامج الحكومي قبل التوافق على الحقائب، ميلاد حكومة وانتخاب هياكل مجلسي البرلمان وتقديم البرنامج الحكومي المنبثق عن البرامج الانتخابية والمصادقة عليه وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد، سرعة التفاعل والإنصات لما يعتمد داخل المجتمع ولحاجيات التعبير والنقاش العمومي، وسرعة الانكباب على الملفات التي لا تقبل التأجيل والتجاوب الفوري مع المطالب الاجتماعية والمشروعة للمواطنات وللمواطنين. ولا يخامرنا الشك في أن هذا الميثاق الذي نحن بصدد توقيعه والذي كان جاهزاً قبل المصادقة على البرنامج الحكومي يشكل محطة أساسية لتفعيل الذكاء الجماعي لمكونات الأغلبية من أجل تحفيز الإرادة القوية للتغيير وإعطاء دفعة قوية ودفعة أقوى للنفس الإصلاحي الذي يقود جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتسريع وتيرة إنجاز الأوراق القطيعة والتحول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والانكباب على الأولويات المتجددة التي تقتضيها مقومات السيادة الوطنية وتحسين الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقي والرقمي والمالي وتمنيع السيادة الاقتصادية والصناعية. إن أزمة الجائحة بتداعياتها السلبية تداهمنا في ظل ظرفية اقتصادية صعبة ضاقت مع هوامش التدخل وارتفع سقف المطالب والانتظارات المجتمعية. لذلك يتعين علينا استثمار روح هذا الميثاق
وما يوفره من آليات لتحويل تداعيات الجائحة إلى فرص لاستعادة الثقة وبات الأمل وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية التي تنشد تحقيق مجتمع متوازن ومتضامن من خلال إرساء الحماية الاجتماعية وتقوية الطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بالفئات الفقيرة والهشة وتحقيق الكرامة والعيش اللائق لكافة المواطنات والمواطنين في إطار الحرية والعدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص وجعل الارتقاء بالمواطن هدفا لكل السياسات العمومية. إن حزب الاستقلال انطلاقا من رصيده الفكري وخياره التعادلي المتجدد وتجربته المكرسة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي من باب المسؤولية الحكومية والوفاء بالتعاقدات التي تجمعه بمكونات التحالف الحكومي داخل الحكومة أو كذلك على الصعيد الترابي، لا يؤكد التزامه الراسخ بإنجاح هذه المحطة الفارقة في مسار بلادنا وإنجاح التجربة الحكومية الحالية التي هو جزء منها بما يقتضيه ذلك من الالتزام ببنود هذا الميثاق والوفاء بمضامينه من أجل استثمار أمثل للزمن السياسي والحكومي والتشريعي وأخذ زمام المبادرة والانكباب على الأولويات والإصلاحات الاستراتيجية المستعجلة كما تم التوافق عليها في البرنامج الحكومي لكسب رهانات صون الوحدة الوطنية والترابية ومواصلة ترسيخ الإصلاحات السياسية والديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات والنهوض بأوراش التنمية وبناء المستقبل وانطلاقا من توجهات النموذج التنموي الجديد. وفقنا الله لما فيه خير وطننا ومواطنينا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.